موجة الطريق ديالهم حيت السيارات ما كتكونش اغلب الاوقات اذا كنتي جاي في بحال دابا اليوم هاد الليله ربما الناس اللي جايين من اسفيك يردوا البال في وسط الطريق اشنو كيديروا خصوصا مع هاد البرد هادي راه الله يحفظ لا قدر الله الناس رد البال انا قدرت ندير بيدك السياره ديالك المسار ولا شي حاجه الناس تجيب شويه واخا كاين الكونسوماسيون ايضا كتزيد معها استهلاك ديال الوقود الناس ترد البال بالنسبه للخزانه ديال الوقود ديالها ما تشدش الطريق وهي عندها الغازوال قليل ترد مع البال يكون في اقل حاجه زعما الحاجه اللي تكفيك في الطريق ولا لي زونبون ولا كونسوماسيون بارطاكو باش ما تكونش دير الحساب ديال لاصق واخا حتى هو الثمن راه زايده فيه تزاد فيه لان كلشي ولا كيتشكى من هاد الغلاء تاع هو ديالو كاين الناس في الطريق هادي بنادم كاع يتفادى انه يشد في الطريق ديما كنحضركم القيطه ديال الضبابه والقيطه ديال راه كاين واحد البرد هنايا راه هما حيت ما لعبش كاين راه كاين برد كنقولو احنا بالدارجة كنقولو البرد خطير برد خطير دابا حاليا دار البطاقة والفيزا عندنا شي موسم فلاحي مزيان كيستوقفني دائما هذا المنظر ديال عشان ندخل الحرمة ديال شي مزيان ولكن غنوريكم واحد اللقطة وعمالين هاد الجرد هادو حارصين على انهم يديروا الكرياج السناس الجور ديال الدار ديالهم وداكشي دارو بها الموقف هذا ديما كنتفاجئ وانا مديرين هنايا حماية لهاد الجرد ديالهم
ولكن كيجي دائما حيوان الحمار كيختار الصور كيعرف كيفاش يدوزو غيكون بطاقة بطريقة ديالو واحد لو فهمتيني كيجي من الليل اللي مكيجيش بالصباح الدنيا كيجي تا الليل هنايا كياكل داكشي اللي قسمو ليه الله كيدخل موسم الصيف ما كيبقى عندهم حتى شي حد اللي يقدر انه يعطيهم هذاك الوجبه وهذاك هذوك الاحتياجات ديال ذاك الحيوان في النهار الوجبه ديالو في النهار ما كيلقاش شكون يعطيها ليه وكدا عندهم المعاناه كيتكاثروا وكذا المعاناه والاغلبيه كاين مجموعه ديال الكلاب هنايا في الصوريه عندهم 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 الشعبيه ديالهم هاد الدقمة ديال الكلبة هادي اللي كتشوفو دابا وحدة من بين الأساطير ديال هنايا الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله غنصورو لكم حلقة على أشهر كلبة دازت في الصويرية 10 سنوات وهي مقتولة هنا في الصويرية في وسط حب وتعايش مع جميع المواطنين جميع الساكنة تقدر تقع في الدار تخرج من الدار تدخل لدار أخرى كاع الناس اللي هما ولاد صغيرين يعني كيعرفوا القصه ديالها كيفاش كانت جات من واحد المدينه بعيده وتسمات موجه وعايشه تقريبا عندها واحد 10 سنين قصه غير نوافيكم فيها قصه غنوافيكم بها ان شاء الله في ظروف تكون افضل من هذه حيت بدات الشتاء متابعينا ومتابعات الكرام نشكركم بزاف على هاد المتابعة ديالكم وغنضطروا حنا نغادروا رفقة الموجة الشاطئ ديال الصويرية نتمنى لكم التحدي على مدى القادم ان شاء الله نستودعكم الله قبل من 8:30 كنكونوا في اول بث مباشر في الصوريه امسيه سعيده دمتم في رعايه الله وحفظه